السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقاء قناتي انا وحياتي. سعر الدولار اليوم، اسعار الدولار في مصر اليوم الاحد 16/7/2023، سعر الدولار في السوق السوداء. هنستعرض كل هذا باذن الله تعالى في قناتي انا وحياتي فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتنوروني كالعادة باشتراك ولايك. اولا، سعر الدولار في البنوك انخفاض 30 جنيه فاصل 85 قرش، 5 قروش عن امبارح. ريال سعودي 8 جنيه فاصل 22 قرش. أسعار العملات، ريال القطري 8.47 جنيه قرش شراء. الدينار الكويتي ارتفاع كبير جدا، 100.90 جنيه قرش شراء. الدينار الأردني شراء 43.49 جنيه قرش. درهم إماراتي 8.40 جنيه قرش. سجل اليورو اليوم 34.69 جنيه قرش، طبعا ارتفاع في سعر اليورو. جنيه استرليني ارتفاع 40.38 جنيه قرش شراء. سعر الدولار في السوق السوداء هو ده الارتفاع الكارثي، الشراء سجل 39.9 جنيه والبيع سجل 40.10 جنيه. السوق السوداء كل لحظة كل دقيقة بحال، يعني مش ممكن نقول النهاردة في سعر الدولار في السوق السوداء ثابت، لكن يمكن كل ساعة متغير في سعر الدولار في السوق السوداء. دايما وجودكم على في قناتي أنا وحياتي على رأسي من فوق. السلام عليكم ورحمة الله.